انا عجبتني هذيك الحمله اللي قالت مزيان. يوم بعد يا القضائيه يا هذيك البنيه ما مصيرها ها هي دابا خرجت هي تما كدور مع واحد الطفل، شكون غادي يوكل ذاك الطفل؟ شكون غادي يحميها هي من البشر؟ نظرا تكلمنا على نضجع على البنت ديال تيفلت مزيان، ها حنايا فرحنا وما عطاو هذوك 20 عام هذوك عطاو 10 سنين تا الموضوع تكلفنا بهذوك الناس الله يجزيهم بخير الهيئه القضائيه. يا هذيك البنيه ما مصيرها فين درناها؟ اش تكلفنا بها؟ اش عطيناها؟ جاو الجمعيه تصوروا معها الله يجزيهم بخير، صيفطوا لها تصور الله يكرمكم دوزوهم في الانترنت مزيان. يوم بعد ها هي دابا خرجت هي تما كدور مع واحد الطفل، شكون غادي يوكل ذاك الطفل؟ شكون غادي يحميها هي من البشر؟ شكون يخلق لها حياه في المستقبل؟ هذا ما تيجاوب عليه حتى شي سؤال، غير تصور معاك كلشي سلتو خلاها. لا سكون مجتمع مسؤول، سكون مجتمع مسؤول سمح لي. كاينه اشياء كثيره داخل المجتمع ما يقبلها لا الله ولا الدين، وباسم الدين راه كاينه، ما تمسها ما تخرب لها ما تجي ليهاش، ما يمكنش. اسمح لي رأيي ما يمكنش نمشيو للقدام إلا ما تجرأنا ودرنا خطوات إلى الأمام وتوجهنا. لذلك أنا لا أدعوكم للخروج من الدين، إخراج الدين من هيمنة البعض هو اللي كيطرح لنا المشكل. هناك من يريد أن يهيمن على الدين وباسمه كيعطيك توجيهات ويعطيك حتى الدول العربية قال لهم من لم يصوت على حزب كذا فهو خارج على الدين ولن يدخل الجنة. معروفة هذه وخرجت في الصحافة معلقينا في الطرقات على كل. لذلك أنا لا أسعى إلى مواجهة أي كان، أنا بغيت نواجه غير التخلف والتزمت هذا هو اللي يهمني. أن المرأة أمي والمرأة أختي والمرأة جدتي والمرأة زوجتي والمرأة ابنتي، ممكنش خلينا بنتي في المستقبل عايشة حياتها الزوجية بهدوء وتجي واحد النهار تدخل لواحد المرأة تقول لها أنا مرات راجلك، هذه بنتي ما بغيتهاش، ما بغيتش لها هكا. انا بغيت بنتي تعيش مرتاحه، وهذه بنتي حتى هي امراه، اختي حتى هي امراه. شي مشيت لشي كليه وقال لي شي طالب قال النساء اخوات الشيطان، قلت له اسمح لي انا مرتي ماشي اخت الشيطان، امي ماشي اخت الشيطان، بنتي ماشي اخت الشيطان، لا كانت امك هذا شغلك. انا ما ندخل فيها، الا كانت عندكم شي علاقه قريبه مع الشيطان سير اخويا عندها. لذلك غير ما بغيتش تبقاو تحت السلطة أي فكر آخر. خلقوا موقفكم الشخصي وعبروا عليه، راه ما كاينش نص كيمنع. وهذا النص وهذه الجملة هذه اللي جات في خطاب جلالة الملك واللي قصد بها الحوار وقصد بها التفتح وقصد بها الاجتهاد كتستعمل اش يسميوها كلمة حق يراد بها باطل، كيستعملوها غير دابا غير كتكلم تيقول راه قال الحرام والحلال.